وصلنا للأعراض نعم اللي حبيبي. نميز بها الشقيقة. نعم نعم دكتور. المفصل يتميز أنه ألم جانب الرأس أو خلف الرأس مع ألم بالرقبة، بعض الأحيان ينزل إلى الكتف. نعم. مع طقة بالمفصل بعض الأحيان من يثاوب صباحا. نعم. يسمع طقة بالمفصل. مع تعب لما يمضغ شغلة قوية، يعني ما خلينا نقول التكة. نعم. من يمضغها يحس بتعب، أو من يضحك ويا أهله أو أصدقائه من قلبه أيضا يحس وجهه ما مرتاح. طيب. من أعراضه أيضا المفصل أنه يحس ما دا يرجع بسهولة بعد ما يثاوب، يعني كأنه مثل العلق يعني. فهاي الأعراض الرئيسية للمفصل. ممتاز. الشقيقة يحتاج إلى غرفة مظلمة وهادئة، فإذا كان عنده الصداع الجانبي حتى لو كان شديد لكن ما يحتاج غرفة مظلمة وهادئة، هذا مو شقيقة، هذا مفصل أكيد. إذن يقدرون هم يختبرون نفسهم. بالضبط، يختبر نفسه. يعني واحدة من علامات المفصل أنه يستعمل أصابع الوسطية ثلاثة ويفتح. نعم. بهالطريقة إذا حس بشد أو ألم من جهة من الجهات أثناء الفتح معناه المفصل عنده به خلل. فلازم يعالجه، لأنه بعدين حتوصل مرحلة مسكنات والأخوان الأطباء حيغلطون بالتشخيص. نعم. حيطوا يعني أدوية، بعدين يوصلون مرحلة قناعة يقولوا له أنت، أغلب المراجعين اللي يجوني الأطباء قال لهم هذه حالة نفسية، أنت بيك شيء نفسي، هاي حبوب مال كآبة. هو المسكين المفصل مات. بس لما الإنسان ثلاث أطباء وأربعة يقولوا له أنت عندك حالة نفسية، فعلا حيستسلم، يقول أنا بيه شيء مو طبيعي. ويتوقع نفسه مجنون، وهو كل ما في المشكلة المفصل. نعم. فكثير من البنات اللي فسخت خطوبتها والله والله واللي بكت عندي بالعيادة هي وأهلها، بكت أنه هي مو شقيقة، هي مفصل بعد ما عالجتها. نعم. فالضرورة ضرورة يعني حتى اللي عنده شقيقة أفحصه، والفحص على حسابنا، الفحص والتشخيص والأشعة على حسابنا. نعم. إذا كان مفصل زائدا شقيقة فنعالج المفصل حتى تخف أعراض الشقيقة. نعم. وتقل نوبات حدوث الشقيقة عنده. ممتاز. إذا كان مو شقيقة مفصل فخلص حلينا الموضوع عن بكرة أبيه، يعني مثل ما يقول. ممتاز.